هذه العبادة التي من أجلها أعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنت بجوارك المؤذن يناديك حي على الصلاة، الله عظمها ورسوله عظمها، أفلا تعظمها أنت؟ إني لا أريدك أن تتعامل مع الصلاة على أنها عبادة لو لم تقيمها فإنك قد تكون غير مسلم، لا، أنا أريد أن تتعامل مع الصلاة على أنها نجاتك، على أنها سعادتك، على أنها حياتك، على أنها هي المنجية. ولذلك تأمل معي قليلا في فضائلها لكي تعرف هذه النعمة التي حرمت منها كل الأمم وأعطيتها أنت، أنك ذو شأن عظيم عند الله عز وجل. الصلاة فرضت 50 وخففت إلى 5 وبقي الأجر 50، لماذا؟ لأن الله يحب أن يضاعف لنا الأعمال. فرضها الله عز وجل بأوقات محدودة، وتأمل معي في روعة توزيعها. الفجر، هذا الوقت تنزل فيه ملائكة تجلس معك النهار، وتنطلق الملائكة التي كانت معك طوال الليل، والله تعالى يأتي بك إلى بيته. لماذا؟ لكي تشهد لك الملائكة أنهم تركوك وأنت في صلاة، فيكون هذا شافعا لك ليرحمك الله عز وجل. ثم تأتيك صلاة الظهر عندما تكون الشمس في كبد السماء، لماذا؟ ليقول لك الله عز وجل: تركت راحتك من أجلي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم تأتيك العصر، يأتي بك الله، لماذا؟ لأنها الصلاة الأخرى التي ينزل فيها ملائكة المساء ويصعد فيها ملائكة النهار، لأن الملائكة تتعاقب علينا في الفجر والعصر، ولا يريد ربنا أن ترتفع إليه الملائكة إلا وأنت في بيته من أجل أن يرحمك. فإذا انتهى النهار وجاء الليل أتى بك الله إلى بيته في صلاة المغرب. ثم إذا كان العشاء، أنت ستموت بعد قليل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كلنا نموت الموتى الصغرى، فالله عز وجل لا يريدك أن تموت إلا وقد كتب لك قيام الليل. ولذلك يأتي بك إلى بيته، فإن صليت العشاء فإن الله تعالى يعطيك براءة من النفاق، ويعطيك أيضا قيام نصف الليل كرامة منه سبحانه وتعالى، ثم تذهب إلى بيتك فتنام. وربنا تعالى يحب أن يسمع مناجاتك، ولذلك لا يريد أن يؤذيك في وقت نومك، فينزل هو نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير، ويقول لك: إن صلاة الليل هي شرف المؤمن. فتبدأ في وقتك كله في مناجاة مع الله عز وجل. هذه الصلاة، الصلاة فرضت لماذا؟ لكي يكون ارتباطك بالله قوي. الصلاة هي العبادة، هي الدعاء، هي الصلة التي بينك وبين الله عز وجل. الصلاة فرضها الله عز وجل في المساجد، وهي الأماكن الوحيدة على الأرض التي تنسب إلى الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا اليهود حصلوا على هذا الشرف، ولا النصارى حصلوا على هذا الشرف، ولا أي أمة حصلت على هذا الشرف، أنت أمتك هي التي حصلت على هذا الشرف. وإذا أتيت إلى بيته ضيفا عليه لك الضيافة، فإذا كان المضيف هو الله، فإن لك بكل خطوة تخطوها إلى المسجد حسنة، والحسنة بعشرة أضعافها. فإذا دخلت إلى بيته جلست ملائكة الله تصلي عليك، تدعو لك حتى تقام الصلاة. فإذا صليت مع الناس وتعلق قلبك ببيته أمنك الله من النفاق. ثم بعد ذلك إذا انصرفت من المسجد إلى بيتك كتب الله لك أيضا الأجور، فانظر كم من الأجور تحيط بك عندما تأتي إلى ضيافة الله عز وجل. هذه الصلاة، الصلاة مكفرات لما بينها، كلنا نخطئ، كلنا نقع في الغيبة، كلنا نقع في النظرات الخاطئة، كلنا نفعل ونفعل، نحن محتاجون لننظف. فيعطيك الله الصلوات لتمسح ذنوبك، أليس هذا كله خير؟ إذن هذا الذي يفرط في الصلاة
لقد فرط والله في أعظم حبل يربطه بالله عز وجل. فيا أيها المؤمنون احرصوا على الصلاة، احرصوا على الصلاة، مهما بلغت ذنوبك ومعاصيك وأخطائك وغفلتك لا تضيع الصلاة، لأنك عندما تأتي إلى بيته فأنت ضيف عليه ولا يمكن أبدا أن يخذلك الله. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وأجمل ساعة، أجمل ساعة لو حرصت عليها ووفقك الله لها والله لا تجد في حياتك العجب العجاب، هي أن تقوم قبل الفجر ربع ساعة نصف ساعة في وقت ينام فيه الناس، فتقوم وتقول يا مولاي غارت النجوم ونامت العيون ونزلت يا حي يا قيوم، ففزعت إليك حاجتي كذا وكذا وكذا، تناجيه. القيام الليل شرف المؤمن، لماذا؟ لأن العبادة التي لا رياء فيها، لا أحد يراك إلا الله عز وجل. إذا قمت في الفجر ثم قلت لا إله إلا الله وأنت على فراشك، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لك وعد من محمد صلى الله عليه وسلم أنك لو صليت يستجاب لك وتقبل صلاتك كما في الحديث الصحيح، وتحل عقد الشيطان الثلاث، ثم تصلي حتى يؤذن الفجر، فتخرج من بيتك إلى المسجد في الظلام فتنال بالبشرى العظيمة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فتأتي إلى بيته فتصلي، مدة صلاة الفجر نصف ساعة، الصلاة وآيات من كتاب الله ثم تقرأ وردك وذكرك، هذه ساعة والله لو اعتدت عليها لتجد راحة وانشراحا في الصدر وفرجا في حياتك وتهوينا لشأن الدنيا مهما كانت سوداء في عينك، فاحرص عليها بارك الله فيك. الصلاة يا إخوة هي الصلة، فأنت هناك ترمي همومك، الوحيد الذي كلما سجدت له زدت عزا هو الله سبحانه وتعالى. فعندما تأتي بين يديه فتسجد وتعفر وجهك بين يديه، أكرم ما فيك وجهك فتعفره لله، تزداد بذلك عزا ورفعة، ويكون سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا نور يعطيه الله لعباده المؤمنين أهل الصلاة. لا يشترط أن يكون هناك زبيبة في جبهتك، لا، هو نور، هذا النور لا يعطى إلا هبة من الله عز وجل. متى؟ إذا ربطت الحبال التي بينك وبين الله. فاحرص على الصلاة يا مؤمن، احرصوا على الصلاة يا أحبة، واحذروا من التفريط فيها، فإنها أعظم عبادة يحبها ربنا جل جلاله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون الكرام، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. فأسألك بالله، يا من جلست في مجلس فتركت الصلاة من أجل هذا المجلس أيا كان هذا المجلس، بعض الناس تلقاه مثلا موظف أو يشتغل أو يعمل فيضيع الصلوات، لماذا؟ لكي يحرص على أن لا يغضب مديره أو كفيله أو لا يقطع مجلسه الجميل الذي هو فيه. أليس الله أولى؟ رزقك بيد من؟ سعادتك بيد من؟ صحتك بيد من؟ حياتك بيد من؟ كل ما تسعى إليه في الدنيا بيد من؟ فلذلك في أمور الدنيا خذ هذه القاعدة، اعمل للدنيا على قدر بقائك فيها، واعمل للآخرة على قدر بقائك فيها. كم ستعيش في الدنيا؟ 70 سنة، هذه مدتها. وكم ستعيش في الآخرة؟ حياة لا نهاية لها. أمن العقل إذن أن تضيع الصلاة، أن تضيع الصلة بينك وبين الله من أجل هذه الدنيا؟ والله كل الدنيا لا تستحق. فيا مؤمن
الله شرفك بهذه الصلاة، الله أذن لك أنك خمس مرات كل يوم تربط الصلة التي بينك وبينه، الله أكرمك، فإذا قلت الله أكبر قال الله أزيل الحجب بيني وبين عبدي. هل تعلم هذا أو لا؟ هل تعلم أنك كلما قلت الله أكبر يأمر الله فيقول أزيل الحجب بيني وبين عبدي؟ فإن قلت الحمد لله رب العالمين رد عليك الله، لا تقول كيف كل الناس، نعم هذا هو الله يقول حمدني عبدي، فإن قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإن قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإن قلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في كل صلاة ينجيك الله عز وجل. فاحرصوا على الصلاة يا إخوة، احرصوا على هذه العبادة. أتريدون جلاء الهموم؟ هنا في بيوت الله. أتريدون الحفظ من الله؟ هنا في بيوت الله. فإذا كان يوم القيامة وحشرت الخلائق ودنت الشمس على رؤوس الأشهاد قامت الملائكة تنادي أين الذين تعلقت قلوبهم في المساجد؟ هذا بالنسبة للرجال. وبالنسبة للنساء اللاتي حرصنا على إقامة الصلاة في وقتها فلا يؤخرنها. فيا أحباء يا أحباب الله احرصوا على الصلاة، احرصوا على الصلاة، فلقد ضيعت في هذا الزمن من كثير من المؤمنين الطيبين الذين يريدون من ربنا عونهم. فإن أردت العون من الله فأحسن علاقتك بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يعظم الله عز وجل أي أمر كان فتعظيمنا له هذا دليل على تقوى قلوبنا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جميل. هذه الصلاة يا أخي الكريم في فرضيتها سر عجيب. ففي ليلة من الليالي والرسول صلى الله عليه وسلم نائم في بيته يفتح صلاة. السقف وينزل جبريل ويحمل على البراق ويسار به إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات السبع كلها حتى يصل إلى سدرة المنتهى، ثم بعد ذلك يتحدث مع الله عز وجل. كل هذه الرحلة من أجل أن تفرض عليه هذه الصلاة. سبحان الله. ألا يكفي هذا أن يكون أمرا معظما في نفس الإنسان؟ عندما ربنا تبارك وتعالى يعطي هذه الكرام لرسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، المعراج أتى بعد أن ابتلي رسول الله في الطائف وأوذي، فأكرمه الله عز وجل بأن أوصله إليه الله وأعطاه هذه العبادة وقال هذه كرامة لك ولأمتك من بعدك، من حب الله لها أنها كانت 500. ربي عز وجل يريدنا دائما مرتبطين به، ولذلك جعلها 500 ثم خففت حتى أصبحت 5، كانت 50 عفوا ثم خففت حتى أصبحت 5. هذا دليل على ماذا؟ على حب الله لهذه العبادة. فلما عز وجل أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفريضة بأن أعطاها إياها بنفسه مباشرة، يعني أصبح هنا لقاء بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله، بقي هذا اللقاء ممتد إلى يوم القيامة عن طريق الصلاة مع عباده. نعم. ولذلك أقرب ما يكون العبد لربه متى؟ وهو ساجد. وهو ساجد. وما أن تقول الله أكبر حتى يقول الله أزيل الحجب بيني وبين عبدي، ولما تتكلم بالقرآن فأنت تحاور الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. إذن هناك ارتباط بين العبد وربه من خلال هذه العبادة. فكما أن الله عز وجل كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أحضره إلى السماء السابعة ثم سدرة المنتهى ليعطيه هذه الكرامة، جعلها كرامة ممتدة لأمته من خلال هذه الصلاة. نعم. ما هي العبادة التي يحسدنا عليها اليهود الذين هم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار؟ الجمعة التي منعوا عنها هم والنصارى وأعطينا نحن هذه العبادة، صلاة الجمعة. الله أكبر. لماذا؟ لأن هذه الصلاة حبيبة عند الله عز وجل. هذا أعظم دليل على عظمة هذه العبادة. نعم. لو نأتي شيخنا إلى الصلاة وباقي الأركان، يعني ميزة الصلاة مثلا أنها فرضت
في المعراج، فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على عظمة هذه الفريضة. لو نأتي إلى فوارق بينها وبين بقية العبادات، في عبادات ممكن على المستطيع قد لا تأتي حتى في العمر مرة، عبادات حولية كالزكاة، لكن الصلاة كل يوم خمس مرات، ما السر في ذلك؟ هو السر الاتصال، الصلاة صلة بين العبد وبين الله عز وجل. ربي سبحانه وتعالى يريدك دائما على اتصال به، ولذلك لا يعذر فيها لا المريض ولا الكبير ولا الصغير ولا حتى المجاهد الذي يقاتل في أرض المعركة وعنده خوف شديد، لا يعذر فيها، فرضت على كل الناس، لأن الناس كلها لابد أن تؤديها على أي حال، كلها محتاجة إليه، كلهم محتاجون لها. الزكاة تفرض على الإنسان مرة في السنة، وقد لا تفرض أصلا، قد يكون من العباد من يولد ويموت وهو لم يزكي أصلا لأنه ليس عليه صوم، يعني ما بلغ النصاب. الصوم لا يفرض إلا مرة في السنة، شهر في السنة، وباقي الأيام ما عندك فريضة صوم إلا تطوعات. الحج مرة في العمر، لكن عندما تأتي إلى الصلاة تجدها خمس مرات في كل يوم. هذا السر فيها، لأنها هي ارتباط بالله عز وجل، وربي يحب العباد، ربي يحب العباد، ولذلك يغضب إذا لم يدعوه، يزيدهم إنهم شكروه، يذكرهم إنهم ذكروه، يحلم عليهم إنهم عصوه، بل يبدل سيئاتهم حسنات إنهم تابوا إليه. كل هذا العطاء من الله عز وجل، لماذا؟ لأن الله يحب العبد، فمسكين من يعطيه الله عز وجل كل هذا الحب وتجده منصرف عن الله عز وجل. الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا مما يرفع في الأذان. الآن هذا النداء، حي هلموا تعالوا إلى الفلاح، ما الفلاح الذي في الصلاة؟ الفلاح أن من صلى الصلاتين كفرت ذنوبه فيما بينهما. الفلاح أنك تبث همومك وشكواك إلى الذي بابه لا يغلق في وجه السائلين. الفلاح أنك تحاور الله عز وجل. الفلاح أنك تأتي بعبادة إذا جئت يوم القيامة محمل بالذنوب والخطايا، وهذه طبيعتنا نحن البشر، تقول يا رب إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، الله أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا حال المؤمن يوم القيامة. حنا ما شفنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا رأينا الله عز وجل، لكن جاءنا منادي ينادي للإيمان فآمنا، أثبتنا إيماننا يا ربنا بهذه الصلاة فصلينا، ربنا هذه صلاتنا بين يديك، آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا أعظم الفلاح، أنك تأتي يوم القيامة معك رصيد، معك سند يدعمك يرفدك. ولذلك أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. إذن هي فلاح عندما يعطيك الله عز وجل صمامين أمان ضخمة جدا، لا إله إلا الله والصلاة. هذه الكلمة لا إله إلا الله، الذي يموت عليها يبشر بالخير. يقف الرسول عليه الصلاة والسلام مع معاذ بن جبل وكانوا على ظهر دابة، وما أجمل هذا الحديث يا شيخ، والله إن هذه أعظم بشرى لكل مؤمن. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ: أتعلم ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. الحمد لله أنا وأنت وكل من يسمعنا لم نسجد لا لصنم ولم نطف بقبر ولم نشرك بالله، أسأل الله أن يثبتنا على هذا يا رب. إذن نحن الآن اجتهدنا في أن نؤدي حق الله علينا، ثم يسكت قليلا عليه الصلاة والسلام ويقول: يا معاذ، أتعلم ما حق العباد على الله؟ يا شيخ، من نحن حتى يكون لنا حق على الله؟ سبحان الله، من نحن أصلا في ملك الله؟ عندما يقول الله عز وجل رب العالمين: عالم الملائكة كم عددهم، عالم الجن كم عددهم، عالم الطير، عالم السمك، عالم الحشرات، وعوالم أخرى لا نعرفها، ونحن من بين هذه الخلائق، لنا حق على الله؟ والله إن هذا هو الشرف. قال: أتعلم ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم ما داموا لا يشركون به شيئا. إذن هذه الكلمة أعظم صمام، وهي لا إله إلا الله. طيب حافظ عليها، كيف تحافظ عليها؟ تذكر الحديث الآخر
الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن الصلاة ميثاق, ميثاق. الصلاة فلاح, الصلاة تحميلك لا إله إلا الله, الصلاة تأتي بك يوم القيامة فترفع رأسك وتعزك, والله إنها هي الفرح. الله أكبر. في مطلع سورة البقرة, مما امتدح الله به عباده المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. نعم. يعني مثل ما كان يقول بعض الأخيار, اللهم إن الكفار قد قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت, ونحن نقسم بالله جهد أيماننا أنك ستبعث من يموت, وربنا أكرم لا يجمع بين أهل القسمين في دار واحدة, فنحن آمنا بالجنة غيبا وسندخلها بإذن الله لنراه. الذي لم يكن يؤمن بها لن يراه, وكان كذلك لا يؤمن بالنار سيدخلها ليراها عيانا. هذا الإيمان بالغيب, أني أستشعر مثل ما قلت عظمة الله عز وجل في صلاتي, هذا يعني يعطينا دافع وسؤال كيف نزرع في أنفسنا قبل أولادنا والآخرين حب الصلاة. نزرع في أنفسنا وفي أبنائنا حب الصلاة عندما نقنع أنفسنا بحاجتنا للصلاة. الله. الإنسان يحب الشيء إذا عرف قيمته, وإذا لم يعرف قيمته فإنه يهمله. وسبق أني طرحت مثال للمريض. والله نعم. اليوم الصباح أتذكر مثالك. نعم. للمريض, المريض مثلا مريض السكر يوميا يخرق قده بإبرة الإنسولين, هل هو سعيد بهذا الفعل؟ أو اللي عنده تصفية كلى, أو اللي عنده غسيل كلى, هل هو سعيد بهذا الأمر؟ مع ذلك يتعلق بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه يعلم أن نجاته فيه حاجة. يا ليتنا يعني هذا نجاة الجسد. إذا كان هذا الكلى والإبر الإنسولين هي نجاة للجسد الذي سيفنى بعد 50 60 70 80 سنة, وحتى إذا أتيت يوم القيامة ودخلت الجنة لن تأتي بهذا الجسد, سيغير الجسد, نسأل الله الكريم. يأتي أجمل وأغلى, يأتي وأحلى. أجمل وأحلى وأطيب. الروح غذاؤها وأمانها في الصلاة. الروح من حب الله لها أنه نسبها إليه نسبة شرف, فنحن خلقنا بروح من الله عز وجل, شرف تشريف لنا. هذه الروح ما الذي يحميها؟ يحميها هذه العبادات. أما الجسد فهو يتبدل ويتغير عندما يستشعر هذا الإنسان. أنك أنت إذا أردت الأمان تحت الأرض وأردت الأمان يوم العرض فإنك يجب أن تحافظ على الصلاة. إذا عرفت يا مؤمن أنك إذا وقفت أمام الله فإن الله عز وجل سيسألك أول شيء عن صلاتك. إذا هي نجتك الصلاة, تقصيرك في الأمور الثانية, أخطائك في الأمور الثانية تمسحها الصلاة. هنا أنت تحب الصلاة فتأتي إليها محب لها. عندما تعلم أنك عندك خطايا وذنوب جمعتها من الصبح للظهر وتستطيع أن تمسح صغائرها إذا صليت هاتين ركعتين, تحب هذه الصلاة. عندما تعلم أنك فيك هم فيك ضيق فإنك يجب أن تفزع للصلاة لتزيح هذا الهم. والله لا أمكن أن أكذب ربي وأصدق قلبي. إذا كان قلبي يقول أن سعادتي في معصية ربي, فربي قد قال من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعظم الذكر هو الصلاة. فلذلك العبد الذي يقطع الحبل الذي بينه وبين الله والله لا يمكن أن يجد السعادة أينما ذهب. سبحان هنا الارتباط. من كان يظن أن الله لن ينصره في السماوات والأرض فليمدد بحبل إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يغير. سبحان الله. لا يمكن أبدا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. فلذلك هذا الآن الله عز وجل أكرمك بها كرامة من عنده وجعل هناك وسيلة اتصال به. لماذا تقطعها يا أخي؟ لماذا تقطع هذه الوسيلة؟ هذه أعظم وسيلة يستطيع أن يصل فيها العبد إلى ربه, يبث همومه, يبث أحزانه, يطلب من ربه أن يعينه. ونحن بدون الله ضعفاء يا أخي. سبحان الله. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة التي تفتح كل مغلق, لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنت تؤمن بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله, لماذا لا تأتي إلى ما عظمه الله وجعله الرابط بينك وبينه فتتمسك فيه؟ سبحان الله. إذا قل القطر وجفت الأرض فزعنا إلى الصلاة بالاستسقاء, إذا خسفت الشمس وكسف القمر آيتان من آيات فزعنا إلى الصلاة, كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم. هي المفزع والأمان والملاذ. نعم. لأن هي التفويض.
هي التفويض. أنت الآن عندما يكون عندك دين مثلا تذهب إلى التاجر، عندما يكون عندك مرض تذهب إلى الطبيب، وكلما حسن ظنك في هذا الطبيب كلما ارتاحت نفسك. سبحان الله، كلما حسن ظنك بهذا التاجر ارتاحت نفسك. طيب أنت الآن في الصلاة تفزع إلى الذي بيده كل شيء، إلى الذي أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، تفزع إلى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تفزع إلى الذي خلق هذا الكون ودبره بحكمته ودبره بعلمه، تفزع إلى الذي يعلم وأنت لا تعلم، تفزع إلى الملك القهار العزيز. شوف، العزيز الذي لا يغلب، والقوي الذي لا يقهر، والملك الذي ميسع ملكه كل شيء. أنت ما تفزع إلى ضعيف، أنت تفزع إلى قوي. ولذلك لجوءك إلى الصلاة هو معناه أنه يا رب أعني وساعدني. فاسجد واقترب. نعم، أنا في قصة حدثت لي أنا شخصيا، كنا في أفريقيا مرة من المرات، فأتينا إلى قرية، كنا نعمل أعمال إغاثية للأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يتولاه برحمته. آمين. فأرسلنا إلى 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 أفريقيا، في أثيوبيا، دولة أثيوبيا. ذهبنا إلى قرية من القرى، تعطلت سيارتنا فاضطرينا نحن نجلس إلى الغد. أنت طبعا هي مناسبة هذا القصة لما تقول الإنسان يفزع إلى الله. نعم. فلما جلسنا معهم قلنا إذا نستغل الوقت، جمعنا أهل القرية، أهل القرية تقريبا حوالي 200 إلى 300 شخص. جمعناهم مع أطفالهم والمترجم يترجم، وبدأنا نتحدث معهم عن أهمية الارتباط بالله والصلاة. فقال أحدهم، ويعني هو أحرجنا صراحة، قال أنت الآن تقول أننا يجب أننا نحب الله ونخاف من الله ولا نقدم شيء على الله. قلنا نعم صحيح. قال طيب هذا الجبل الذي خلفنا يوجد فيه جن، ونحن نخاف من هذا الجبل خوف شديد. أوه. وإذا أتى الليل دخلنا لبيوتنا ومرعوبين. طيب المطلوب؟ قال نبغاك الآن تثبت لنا أنك أن هذا ولا لا يزعجونك ولا تخاف منهم. فكان الأمر يعني في اختبار صراحة. صح. وأنا معي مجموعة من الأخيار الكرام أمثالكم إن شاء الله. الله يعلم. قلت والله لا يخذلنا الله، ووالله لن يستطيع لنا جن السماوات ولا الأرض إذا نحن آمنا بالله وفزعنا إليه ولجأنا به. وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ونحن الآن سنصلي العشاء في جماعة والله لا يؤذوننا. الآن أنا ما أريد، أريد أن أربط قلبه بالله عن طريق الصلاة. المهم بدأ الاختبار. هم مباشرة هربوا إلى غرفهم وبيوتهم، نحن ذهبنا يرقبون الوضع، وحنا جلسنا تحت الجبل. الذين معي يا شيخ أحرجتنا، يا جماعة خلوها، هي لن يحدث إلا ما كتب الله، وإن شاء الله إحنا بذلنا الأسباب وصلينا وتعشينا ونمنا. لما كان الصباح وإذا بهم يقبلون، أشوفهم أنا يطلعون هل خطفنا أم لم نخطف بعد، مازلت أحياء. ما زلنا أحياء. فقمنا، فإذا الأمور طبيعية، يعني يبدو لي أنه في قاطع طريق يرعبهم. ثم بعد ذلك هم ظنوا أن, أن, أن لا، الآن هؤلاء تعلقت قلوبهم بماذا؟ ليس بالعربي هذا الذي أتى، تعلقت قلوبهم بالصلاة، علموا أن صلاة العشاء تحميهم بإذن الله، وصلاة الفجر تحميهم بإذن الله. هنا زرعنا في قلوبهم حب هذه الصلاة. ثم بعد ذلك قلنا لهم إكمالا لهذا الأمر، كم لكم ما نزل المطر؟ وهم هناك يعتمدون على المطر. قال والله لنا فترة، والمطر إذا ما نزل هلكنا. قلنا طيب خلونا نستسقي، والاستسقاء هو عبارة عن صلاة نصليها بين يدي الله. هم هناك لا يصلون الاستسقاء إلا على تقريب الساعة 10 صباحا يتأخرون. قلنا هاتوا كل اللي عندكم، حتى أغنامكم هاتوها وأبقاركم هاتوها. فاجتمعنا في صعيد واحد، ثم سألنا الله عز وجل وصلينا، وطلبت منهم، قلت يا جماعة ترى الله الآن ينظر إلى قلوبكم، فإن قلتم هذا العربي هو الذي سيأتينا بالمطر والله لا ينزل لكم مطر، سبحان الله، وإن قلت والله سينزل المطر بفضل الله والله يأتيكم أكثر مما تظنون، إلجأوا إلى الله، خلونا نصلي صلاة المحتاج. صلينا صلاة الاستسقاء، ثم وزعنا ما معنا من الأرزاق وذهبنا. والله يا شيخ ما أذن العصر إلا وبلدهم غرقانة بالمطر، سبحان الله، كأفواه القرب. لا إله إلا الله. أرسلت السائق الذي معه كان من طلبة العلم، قلت اذهب إليهم وأكد عليهم هذه القضية، مطرنا بفضل الله. أحسن. ولذلك الصلاة هي الملجأ بإذن الله تعالى. نعم. الآن
الناس في بيوتهم يعني ما شاء الله تبارك الله في إقبال وفي خير عظيم والناس يعني تضع جداول وترتيب والناس تستشعر دائما عظمة الصلاة، لكن في نقاط جميلة أنا ودي يعني لو نشير إليه. قضية أنه حتى لو صلينا في البيوت يعني يريد نلبس ملابس، أنا أقصد من باب تعظيم الصلاة حتى مع الأبناء، خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني بعض أهل العلم يرى أنه عند كل صلاة المقصود به الصلاة سواء كان في مسجد أو في غيره، فالإنسان يكون لبسه مناسب يعني وهيئ نفسه ربما حتى يتعطر، ما أدري الآن أنت تجين. وكذلك تعظيم قضية سماع الأذان مع الأبناء، يعني حتى الإنسان الآن في البيت الأم حتى لو كنت تسمع في شيء مفيد أو تشاهد حتى قناة المسجد، أنا في اللحظة اللي يجي الخير يعني أذن المؤذن لا هنا نوقف كل شيء ونعظم عندهم قدر الأذان. نعم. نردد مع المؤذن. هذا هي فرصة الآن، هذه فرصة تربوية عظيمة جدا. يعني الآن مثلا أغلقت المساجد لحكمة رآها ولي الأمر حتى لا يكون هناك انتشار المرض، إذن هناك دافع لأذى محتمل، وهذا والله من من مما يدعى لهم فيه أنهم فعلا حرصوا على صحتنا وخافوا صدق. علينا. طب الآن هذه فرصتك الآن أنك مع أبنائك، يعني أنا بعطيك مثال عندي في البيت، أنا عندي في البيت عندي الأطفال، في واحد متخصص بالسجادات هذا يعني الآن إيه نعم ما شاء الله، والبنت الصغيرة متخصصة في حق سجادات والدتها، وحتى العاملة المنزلية تصلي معنا في مع الجماعة، ثم بعد ذلك يطيبون المكان، ثم بعد ذلك يتهيئون، ابني هو الذي يقيم الصلاة وهو في سنة ثانية ابتدائي، ثم نصلي جماعة، لابد أن نصلي كلنا سويا ونصلي جماعة، ثم بعد ذلك نستشعر فضل الجماعة. أصبحوا هم يتنافسون، ابني الصغير أصغر الأولاد يقول يا بابا أذن أذن، يجي هو يخبرني بالأذان. هنا هذه فرصة التعظيم، أنك تعظم الصلاة في قلوبهم، أنك أيضا تكون قدوة، ما تأتي بسروال وفنيلة أكرمك الله ثم تأتي تصلي، ثم إذا جاء الضيف خرجت له بأجمل لباس. ابنك ترى يفهم، الطفل يفهم، والله أنا أعتبرها الآن فرصة تربوية رائعة جدا أن نزرع في أبنائنا حب الصلاة والتعلق في الصلاة. لماذا؟ حتى يستشعرون أهمية هذه العبادة. الله أكبر. أنا الآن لما أنا قلت التطيب في الصلاة انقدح في ذهني شيء، فرجعت الآن الشيخ بن باز الإمام الكبير العالم الفقيه رحمه الله، يعني جاءه سؤال لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتطيبون عندما يذهبون للصلاة، وذلك سبب ربما من أسباب المساعدة على الخشوع لما تكون إنسان رايحة طيبة. فكانت السائلة امرأة فقلت يعني هل يجوز لي أنا المرأة أن تطيب عندما أصلي؟ فقال لا حرج في ذلك إذا لم يكن عندك أجنبي والله ولي التوفيق. فيعني تعظيم قدر الصلاة، أنا حتى رجعت الآن للتفسير الآية عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم البسوا ما يستر عوراتكم وما تتجملون به حتى تتجملون عية تطلع من اللباس النظيف الطاهر. فالإنسان يقبل على هذه الصلاة. شيخنا بس فيما بقي معنا من وقت، أوقات الصلوات عندنا صبح ظهر عصر مغرب عشاء، يعني هذا التوزيع أن الصلاة كأنها تستغرق يومنا كله. والله يا أخي هذا من أعظم الحكم. نأتي مثلا إلى صلاة الفجر، قرآن الفجر كان مشهودا، أنت الآن أمضيت الليل كله نائم وسينتهي الليل ويأتي النهار، ثم سيخرج ستخرج إلى الحياة، هذه اللحظة تنزل فيها ملائكة وتصعد فيها سبحان ملائكة سبحان الله، يأتي بك الله عز وجل إلى بيته من أجل أن تذهب الملائكة فتشهد لك عند الله، وتبدأ بالتوحيد وتبدأ بذمة الله عز وجل وتبدأ بحفظ الله. وعلى فكرة ترى الرجل يصلي في المسجد فيأخذ هذا الأجر، المرأة بإذن الله تأخذ نفس الأجر إذا صلته في وقتها، لأن الذي منعنا المسجد هو مانع شرعي، لم تهمل، لو كان بيدها لذهبت، لكن منعها مانع شرعي، فلذلك إن شاء الله أنها تأخذ نفس أجر الرجل يا رب. دخلت في ذمة الله، تمضي من الصباح إلى الظهر، فإذا كان الظهر وتكون الشمس في كبد السماء يأتي بك الله إلى بيته، تمسح الذنوب التي حدثت من الصباح إلى الظهر، هذه الصلاة تأتي في عز الظهيرة، بعدها سترتاح، لذلك لا تذهب إلى بيتك حتى تأتي إلى بيتي فتكون ضيفا عندي، تصلي هذه الصلاة، ثم بعد ذلك تأتيك العصر. صلاة العصر أهميتها، من صلى البردين دخل الجنة. وش هما البردين؟ الفجر والعصر.
هذه الصلاة التي يرتفع فيها الملائكة الذين جلسوا معك من الصباح إلى العصر وينزل إذا تعاقب الملائكة في الصلوات في صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم وصلاة العصر. وهذه الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم المغرب. ثم بعد ذلك ينتهي النهار ويأتي الليل. إذا اذهب إلى بيت الله في صلاة المغرب. ثم بعد ذلك قبل أن بعد أن ترتاح مع أولادك ستنام نومة طويلة ستموت بعد قليل لأن الله يتوفى الأنفس بعد حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا ربي عز وجل يريدك أن تموت الموتى الصغرى وأنت في ذمته فيأتي بك إلى بيته. سبحان ما بين الفجر والعشاء وقت طويل وربي لا يريد أن يزعجك في منامك فلذلك ينزل سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله وعظمته في الثلث الأخير ليسمع دعائك واستغفارك سنة. نعم أرأيت الآن كيف الارتباط الكامل مع الله سبحان الله هذا علامة حب الله. فأنت يعني بدأت يومك بالتوحيد وختمته بالتوحيد. نعم. فنسأل الله أن يغفر ما بينهما يا رب. ودائما سبحان الله عظمة التوحيد حتى كان في تبويب الإمام البخاري لصحيحه وهذا الإمام عالم كبير جليل لما يعني قال أهل العلم أن الإمام البخاري بدأ كتابه ببدء الوحي وختمه بكتاب التوحيد فكأنه أراد أن يقول إذا أردت أن تموت على التوحيد فعليك بلزوم الوحي. الله رفع الله مقامك شيخ نشكرك في ختام هذا اللقاء لكن أريد منك رسالة 15 ثانية. حافظوا على الصلاة هذا كلام الله لعباده إذا أردت النجاة فعليك بالصلاة. والله ليس هناك أعظم من مفتاح أو من دخولك إلى بيت الله ضيف على الله 5 مرات في اليوم والليلة هذا أعظم الكرامة. نعم. هذا المكان الوحيد الذي نسب إلى الله من دور العبادة هو المسجد ما عداه لم ينسب لله. صح. لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم ونحن في بيوت الله عز وجل مكرمين معززين نجلب الحسنات ونحصد الخيرات من ذهابنا وبقائنا وصلاتنا فالصلاة الصلاة.